أنا اشتريت الميكروباص بتاعي ده من سنتين، ولأني مجتهد وبسعى ورا لقمة عيشي كنت بسافر بالميكروباص بتاعي مع أي حد يطلب توصيل خصوصي، ومن هنا بتبتدي حكايتي. في يوم كلمني واحد معرفة قال لي إن في واحد محتاج يسافر من القاهرة للفيوم، بس محتاج حد يكون معاه ويستناه لحد ما يخلص اللي هو رايح يعمله وبعد كده يرجعه تاني للقاهرة. بصراحة أنا استغربت من الكلام، فقلت له طيب وليه يعني ياخد ميكروباص طويل وعريض لما ممكن ياخد تاكسي؟ فرد علي وقال لي الراجل مش بيثق في أي حد وعاوز معاه حد يكون معرفة، وكمان محتاج ميكروباص لأنه هيروح معاه 5 رجالة بس دول مش هيرجعوا معاه تاني. وبرغم غرابة الموضوع إلا إني وافقت بسبب إنه قال لي إنه هيدفع المبلغ اللي هطلبه. وفعلا أنا أخدت رقم الراجل واتفقت معاه. بالآخر كده أنا لقيتها فرصة كويسة فطلبت المبلغ اللي أنا عايزه. الغريب في الموضوع إن الراجل وافق بسهولة. اتفقت معاه على إننا هنسافر بعد يومين، وعدوا اليومين وجه ميعاد السفر. يومها أنا رحت للراجل تحت بيته في الميعاد اللي اتفقنا عليه ورنيت عليه، وبعد 10 دقايق لقيت شخص عجوز نازل من البيت وفي ايده شنطة صغيرة. سلم عليا وركب جنبي، قال لي إننا المفروض قبل ما نسافر هنروح ناخد 5 رجالة معانا من مكان ما. وفعلا عدينا على المكان وخدنا الرجالة. الرجالة دول كان معاهم أدوات حفر وحاجات تانية كتير كانت بتدل إن الناس دي رايحة عشان تشتغل في حفر أرض، بس كل ده ما كانش مهم بالنسبة لي. أنا كل اللي كان يهمني إن أنا أوصلهم واستناهم لحد ما يخلصوا وبعد كده أوصل الراجل العجوز تاني من مكان ما جبته وأخد فلوسي وأمشي. المهم وصلنا الفيوم، وهناك الراجل العجوز قال لي أقف في مكان قبل ما أدخل محافظة الفيوم، وبعد كده نزل هو والرجال اللي معاه قال لي أقف استناه وإنه مش هيتأخر. وفعلا وقفت بالميكروباص بتاعي في مكان قريب من كافيه أو استراحة صغيرة على الطريق، وقعدت جوه العربية ومر وقت طويل. في لحظة لقيت نفسي حاسس إني هروح في النوم من تعب السفر، لكني فوقت نفسي قلت عشان أفضل صاحي لازم أنزل أشتري قهوة من الاستراحة دي. وفعلا نزلت الاستراحة واشتريت فنجان قهوة قعدت أشربه جوه الاستراحة، لكن برضو بعد ما شربته كنت حاسس إني لسه عاوز أنام. ساعتها وغصب عني لقيت نفسي وأنا قاعد بنعس. هنا بقى اتدخل الشاب اللي واقف في الاستراحة، لقيته بيقول لي مالك يا بيه انت عاوز تنام؟ فرديت عليه وحكيت له ان انا مش من هنا، وفهمته ان انا مستني حد. بعد ما سمعني رد علي وقال لي طيب ما تتصل بالراجل اللي انت مستنيه ده وقول له ان انت هتنام هنا في الاستراحة، وانا هدخلك تنام في الأوضة اللي بنام فيها، بس طبعا هتديني اللي فيه النصيب. بعد ما سمعت كلام الشاب ده قلت له ان انا موافق، واتصلت فعلا بالراجل وقلت له انه لما يخلص شغله يبقى يعدي عليا في الاستراحة لاني هنام فيها. رحت جبت الميكروباص بتاعي من مكان ما كنت ركنته جنب الاستراحة، ودخلت الاستراحة اديت فلوس للشاب اللي دخلني اوضته. بصراحة اول ما شفت السرير قدامي
اترميت عليه وما حسيتش بالدنيا. نمت نوم عميق لحد ما صحيت على صوت زعيق وخناق. قمت من النوم مفزوع، فتحت عيني لقيت نفسي واقف في ارض صحراء وبالليل، لكن قصادي كان في ناس واقفين ومنورين كشافات وبيحفروا في الارض. لا دول مش ناس، دول الرجال اللي وصلتهم من القاهرة. كانوا بيحفروا في ارض صحراء. كان واقف معهم الراجل العجوز اللي كان راكب جنبي، وجنبه كان واقف راجل كبير في السن كان لابس بدلة، وجنبهم كان في شاب تاني لابس بدلة برضو. انا قربت منهم، حاولت اتكلم معهم، لكن تقريبا ما حدش فيهم كان سامعني، لانهم ما كانوش بيبصولي، غالبا كمان ما كانوش شايفيني، لانهم كانوا مكملين في اللي بيعملوه. لحد ما فجأة لقيت الراجل العجوز واللي انا وصلته بالعربية طلع من كيس اسود كان معاه، خرجه من الشنطة اللي كانت معاه، طلع منه احجار صغيرة، بدأ يمسك حجر حجر بايده ويقربه من بقه كأنه بيوشوشه. بعد كده كان بيرميه جوه الحفرة. عمل الحركة دي حوالي 6 مرات لحد ما جت المرة 7. المرة واللي أول ما عملها ورمى الحجر، الأرض بدأت تتهز، والعمال الخمسة اللي كانوا بيحفروا بدأت الحفرة تبلعهم جواها، تبلعهم واحد ورا التاني، لحد ما بعد كده الحفرة اتقفلت عليهم. أول ما الراجل العجوز شاف المنظر ده فضل يزعق ويقول كلام مش مفهوم، فضل يزعق أكتر وأكتر لحد ما الاتنين اللي واقفين جنبه بدأوا يصرخوا ويضغطوا على ودانهم ويوقعوا على الأرض. أول ما ده حصل لقيت الحفرة اتفتحت تاني وخرج منها أحجار كتير ورا بعض، وكأن حد جوه الحفرة بيرميهم لبره، لحد ما اتكونت أحجار كتيرة اتشكلت على شكل جسم إنسان، جسم إنسان بس ضخم جدا كأنه مخلوق من الأحجار أو الحصى، لكن كان جوه الجسم ده نار بتخرج من عينيه. وقف الشكل ده قدام الراجل العجوز وبدأ يتكلم معاه لحد ما فجأة وبدون أي مقدمات راح المخلوق ده ناحية الاتنين واللي كانوا لابسين بدل، شدهم من رجليهم وخدهم ونزل بيهم جوه الحفرة. بعد كده اختفوا تماما، والحفرة كمان اختفت واتقفلت عليهم وكأنها شيء لم يكن. في اللحظة دي وفجأة وانا ببص ناحية الراجل العجوز ما لقيتهوش واقف قدامي، لكني سمعت صوته من ورايا وهو بيقول لي: انت ما شفتش حاجة يا حسن، ما شفتش حاجة ولا ليك دعوة باللي حصل. بصيت ورايا ما لقيتش حد، فبدأت ساعتها أصرخ وزع وأقول: انت فين؟ انت رحت فين؟ وفجأة سمعت صوته تاني جاي من ورايا وهو بيقول: انسى اللي شفته يا حسن، انسى اللي شفته. لما لفيت تاني ورايا عشان اشوفه، المرة دي ما لقيتهوش هو، انا لقيت المخلوق او الكائن ده اللي كان معمول من الحجارة
أول ما شفته حسيت بسخونية رهيبة، حسيت إن جسمي اتشل ولساني اتعقد. كنت لسه أحاول أقرأ قرآن أو أتكلم، لقيت الكائن ده بيمسك في رقبتي وبيخنقني. وقتها حسيت إن أنا بطلع في الروح، بدأت أستسلم للموت. يا أستاذ حسن، فوق في راجل عجوز بره عايزك. ده كان صوت الشاب بتاع الاستراحة اللي صحاني من النوم. قمت من النوم وأنا مفزوع، خرجت برا الأوضة، لقيت الراجل العجوز اللي أنا شفته في الحلم دلوقتي كان مستنيني، بيقول لي يلا بينا يا حسن علشان نرجع. بصيت له من فوق لتحت وقلت له طيب استنى بس شوية هغسل وشي وهاجي معاك. وفعلا دخلت غسلت وشي في حمام الاستراحة. لما خرجت لقيت الراجل بيتكلم مع الشاب، وأول ما شافوني بطلوا كلام، فبصيت لهم باستغراب. لقيت الراجل ده بيقول لي يلا يا حسن عشان أنا اتأخرت. فبصيت له وبصيت للشاب وأنا لسه مستغرب، قلت لهم أنتوا كنتوا بتقولوا إيه؟ وأول ما شفتوني سكتوا على طول. فبصيت للشاب حسيت إنه مرتبك، لكن الراجل رد بكل ثبات وقال لي هقول لك يا حسن وإحنا في الطريق، يلا بينا ولا هتقضي بقية الليلة هنا. حاضر يلا بينا. ومشيت أنا والراجل وخرجنا برا الاستراحة، لكن وقت ما كنا خارجين لمحت الشاب بطرف عيني وهو بيبصلي بصات غريبة. بصراحة أنا ما اهتمتش، خدت بعضي ورحت على الميكروباص، واللي أول ما ركبته لقيت الراجل ركب جنبي وقال لي يلا يا حسن اطلع. فبصيت له وأنا مش فاهم حاجة، هو مستعجل كده ليه؟ فقلت له هو أنت مستعجل كده ليه؟ وبعدين هي فين الشنطة اللي أنت كنت جاي بيها من القاهرة؟ فبصيت للراجل بغضب وقال لي وانت بتسأل ليه عن حاجات ما تخصكش؟ انت المفروض سواق وجاي توصيلة ومتفق على تمنها، فأحسن لك بلاش تسأل عن حاجات ما تخصكش، ولا ايه؟ بصراحة انا لما قال لي كده اتكسفت جدا، بصيت للطريق وشغلت العربية وطلعت بيها وبدأنا في رحلة الرجوع. عدت حوالي نص ساعة وأنا مركز في الطريق، والراجل راكب جنبي وباص للطريق ما بيتكلمش نص كلمة، وده كان على عكس ما كنا جايين. كان طول الرحلة عمال يضحك ويهزر معايا ومع الرجال اللي كانوا جايين معاه. بصراحة الفضول والأسئلة اللي كانت في راسي خلتني مرة واحدة سألته غصب عني وقلت له انتوا كنتوا فين وكنتوا بتعملوا ايه، والرجالة اللي كانوا جايين معانا راحوا فين؟ الراجل سكت شوية وما ردش عليا كأنه ما سمعش سؤالي. فكررت سؤالي تاني، ومع التكرار ده بصلي وقال لي ببرود ما يخصكش يا حسن تعرف اي حاجة، ولا يخصك كمان تتدخل في اللي مالكش فيه زي ما قلتلك قبل كده، واحسن لك تسوق بقى وانت ساكت لحد ما نوصل وتاخد فلوسك. وفعلا انا سكت وانا من جوايا كنت بغلي، كنت حاسس ان الراجل ده وراه مصيبة كبيرة، بس فعلا
هو صح، وانا مالي، انا الكل اللي يخصني فلوس التوصيله وبس. بعد فتره من الوقت وصلنا للقاهره، ووصلت الراجل لحد باب العماره بتاعته اللي خدته منها، وقبل ما ينزل اداني فلوسي وعدت خلاص على خير. لكنه قبل ما يطلع بصلي النظرة مش مفهومة، بصلي وقال لي: انت وصلتني وخدت فلوسك، عاوزك بقى تنسى انك شفتني وتنساني خالص من اصله، ولو فضولك جابك ورايا او وداك الفيوم تاني، صدقني صدقني مش هتبقى فرصة سعيدة ابدا. سلام يا حسن. قال لي كلامه ده وطلع العمارة بتاعته وسابني، سابني وانا ماسك الفلوس في ايدي وبوصله وانا مش فاهم ولا عارف اي حاجة. الراجل ده مين؟ ولا بينيل ايه في حياته؟ ولا حتى عارف هو ازاي بيتكلمني بالطريقة دي؟ المهم انا فقت من صدمة كلامه وسقت الميكروباص بتاعي لحد ما وصلت للجراج اللي بركن فيه. قبل ما اركن العربية وانزل منها لفت نظري حاجة على الكرسي اللي جنبي مكان ما الراجل ده كان قاعد. ركزت شوية في الحاجة دي لقيتها حجر صغير. يا نهار اسود ومنيل، ده الحجر ده شبه الحجارة اللي شفت الراجل بيرميها جوه الحفرة في الحلم. مسكت الحجر، واللي اول ما مسكته اكتشفت انه زلطة لونها ابيض ومكتوب عليها كلام غريب بحبر اسود واحمر. حطيت الزلطة دي او الحجر ده حطيته في جيبي ونزلت من الميكروباص وروحت على البيت. مع وصولي للبيت اتعشيت ودخلت انام بعد ما قعدت مع مراتي وولادي شوية. بس بعد ما نمت صحيت على صوت خبط قوي على الباب. فتحت عيني بالعافية وقمت بصيت في الساعة، لقيتها الساعة 8 الصبح. رحت لحد باب الشقة وانا بشتم وبلعن في اللي بيخبط على الباب. اول ما فتحت لقيت اللي بيخبط ده زميلي سامي، زميلي. وسامي ده هو اللي عرفني على الراجل العجوز. بصيت له وانا بفرق في عيني، قلت له بغضب: هو في حد يا عم يخبط على حد في ساعة زي دي وبالشكل ده؟ فرد عليا وهو بينهج، قال لي: الحاج رجب كلمني وهو متضايق وكان بيزعق، قال لي كمان ان في حاجة وقعت منه في الميكروباص عندك. وقتها انا ما اعرفش ازاي تملكت نفسي، ما اعرفش كمان ليه قلت له بكل برود: لا يا سامي، ما فيش حاجة وقعت في الميكروباص ولا حاجة، انا امبارح فتشت الميكروباص حتة كعدت يعني بعد ما برجع من اي مشوار وما لقيتش فيه اي حاجة. فنفخ سامي هو متضايق وقال لي: انت متأكد يا حسن؟ ايوة يا سامي متأكد. وبعدين يلا بقى سيبنا عشان انام شوية، عشان انا ورايا مشاوير كمان شوية. طيب بس ونبي تدور تاني بالله عليك، ولو لقيت اي حاجة مهما كانت صغيرة ابقى اتصل بي. حاضر يا سيدي، يلا بقى سيبنا نام. وبعد كلامنا ده مشي سامي وقفلت انا الباب وراه. دخلت اوضتي ومديت ايدي في كيب البنطلون اللي كنت لابسه امبارح، طلعت منه الحجر، فضلت باصص له وانا مش فاهم اي حاجه. انا معرفش ليه انا كدبت على سامي وقلت له اني ما لقيتش حاجه. ركزت في الحجر اكتر واكتر، ساعتها بس لقيت نفسي
وغصب عني بسرح. وفجأة حسيت ان راسي بتتقل وعينيا بتقفل لوحدها وغبت عن الوعي او نمت مش عارف. في لحظة فتحت عيني تاني بس لقيت المكان اللي حواليا مختلف تماما. لقيت نفسي واقف في الارض اللي شفتها في الحلم اللي فات. بس المرة دي شفت الراجل واللي اسمه راجل ده كان قصاده 7 رجالة متكتفين. كان قصادهم حفرة كبيرة. الراجل ده كان واقف قصاد الحفرة وكان في ايده 7 احجار. عمل نفس اللي عمله قبل كده. مسك الحجارة حجر حجر في ايده. قال عليهم كلام بصوت واطي. وبعدين رماهم جوه الحفرة. علشان يطلع منها نفس المخلوق اللي طلع قبل كده. ويشد الرجالة 7 دول للحفرة واللي اتقفلت بعد كده وسحب جواها 7 رجالة. بس المرة دي الحفرة بعد ما اتقفلت ظهر من ورا الحاج رجب الشاب اللي كان شغال في الاستراحة واداله حجر صغير شبه الحجر اللي لقيته في الميكروباص واللي انا ماسكه في ايدي دلوقتي حالا. وبعد ما اداهوله بص الشاب ده ناحيتي وشاور على الحجر اللي في ايدي. اول ما شاور عليه حسيت بحرارة جامدة في ايدي وبحركة تلقائية بصيت لقيت الحجر ده بيتحرق. رميته بسرعة من ايدي. اول ما رميت الحجر حسيت ان حد ضربني على راسي. علشان بعد كده فوق ولقي نفسي لسه واقف في اوضتي والحجر لسه في ايدي. فقت من السرحان اللي كنت فيه ورحت بصيت على الساعة. لقيتها الساعة 8 زي ما هي. ازاي وانا الحلم او الخيال اللي شفته ده خد وقت طويل قوي. انا كنت حاسس ساعتها ان في حاجة غلط ورا الراجل اللي اسمه رجب ده. وكمان كنت حاسس ان في مصيبة كان بيعملها في الفيوم. وعشان كده قررت ان اروح للشاب اللي بيشتغل في الاستراحة. ايوه ما هو اكيد يعرف حاجة انا معرفهاش. واكبر دليل على كده نظرته ليا وانا خارج من الاستراحة. لبست هدومي بسرعة ونزلت وركبت الميكروباص عشان اروح على الفيوم. الجو اليوم ده كان غريب جدا. مطر وشبورة كثيفة. يعني زي ما تقول كده كان يوم مش طالع شمس. وده كان سبب ان انا اسوق على سرعة قليلة على غير عادتي. واثناء ما كنت سايق سمعت صوت ورايا بيقول 7 قرابين. وقفت الميكروباص على جنب وركنت. الطريق ما كانش فيه حد غيري تقريبا. وقفت وبصيت ورايا على الكراسي واللي كانت فاضية. ايوه كانت فاضية. تقريبا انا كده بدأ يتهيأ لي حاجات. لكني اكتشفت ساعتها ان انا ما كانش بيتهيأ لي. لما لفيت وشي وبصيت على الطريق تاني. الطريق كان واقف فيه وقصاد العربية بتاعتي بالظبط. نفس المخلوق اللي شفته في الحلم. غصب عني صرخت جامد. بس اول ما صرخت لقيت المخلوق ده اختفى تماما وكأنه لم يكن. عد حوالي 10 دقايق وانا قاعد في العربية بحاول اتمالك نفسي عشان اقدر اكمل سواقة تاني. وفعلا هديت اعصابي وشغلت الراديو على اذاعة القرآن الكريم واللي اول ما اشتغلت
حسيت بسلام نفسي رهيب. دورت الميكروباص تاني وكملت طريقي لحد ما وصلت عند الاستراحة. أول ما وصلت عند الاستراحة لقيت الراديو سكت تماما ولوحده. أنا ما اهتمتش وما خدتش في بالي. ركنت الميكروباص على جنب ونزلت عند الاستراحة. واللي أول ما نزلت قدامها اتصدمت لما لقيتها مقفولة. مش بس مقفولة، دي كمان مهجورة غير ما كنت شفتها امبارح خالص. قربت منها وحاولت افتح الباب بتاعها، لقيته اتفتح بسهولة. دخلت جوه الاستراحة. المصيبة الاكبر ان انا لقيتها من جوه مليانة تراب، وكأن محدش دخلها من سنين. فضلت ألف فيها شوي، كنت بدور على أي حاجة تفهمنا أصل الحكاية. وبتلقائية وغصب عني لقيت رجلي بتاخدني للأوضة اللي كنت نايم فيها. الأوضة أول ما فتحت بابها لقيت فيها السرير اللي كنت نايم عليه. لكن الأوضة نفسها كانت مهجورة فعلا، حالها زي حال الاستراحة كلها. وقتها وفجأة سمعت صوت سامي جاي من ورايا وهو بيقول: أنا كنت عارف إنك هتيجي هنا زي ما الشيخ رجب قال لي. وقبل ما لف وشي عشان أبصله حسيت بضربة قوية على راسي خلتني فقدت الوعي. لما فقت من الإغماء اللي كنت فيه لقيت نفسي في الأرض اللي كنت بشوفها في الحلم، لكن إيدي ورجلي كانوا متربطين. كان واقف قصادي الراجل ده اللي اسمه رجب وصاحب عمري سامي. كان معاهم الشاب اللي كان بيشتغل في الاستراحة. فتحت عيني بالراحة. أول ما فتحتها لقيت اللي اسمه رجب ده قرب مني وقال لي: أنا كنت عارف إنك هترجع وهتدور لأنك فضولي ولأنك أكيد لقيت الحجر أو سرقته، وعشان كده خليت سامي فضل مستنيك وفضل ماشي وراك لحد ما وصلت الاستراحة. أول ما وصلت قام هو بالواجب وبعد كده كلمني، بس كل ده مش مهم. المهم دلوقتي الحجر فين يا حسن؟ فرفعت راسي لأني كنت قاعد على الأرض وقلت له: انت مين وبتعمل كده ليه؟ انت تاجر اثار. اول ما قلت له كده لقيت كل اللي واقفين ضحكوا عليا. وفي لحظه لقيت سامي شدني من شعري وبدا يفتش في جيوبي، لكنه ما لقاش حاجه. فبص للي اسمه رجب ده وقال له بارتباك: الحجر مش معاه شيخ رجب. اول ما قال له الكلمه دي حسيت بزلزال قوي بيهز الارض من حواليا. حسيت بصوت احجار بتتحدث من ورايا. لفيت انا واللي واقفين كلهم. المصيبه بقى ان انا لقيت نفس المخلوق اللي شفته في احلامي وشفته كمان وانا جاي قدام العربيه. اول ما شفت المخلوق ده اترعبت واتشهدت. قلت خلاص بقى، انا كده هموت، وخصوصا انه كان بيقرب عليا وجاي علينا كلنا. فضل يقرب ويقرب لكن بالراحه، لحد ما فجاه سمعت صوت سامي وهو بيصرخ. وبعد كده
بعد كده سكت تماما. لفيت ورايا لقيت سامي واقع على الارض، وواقف جنبه الشاب بتاع الاستراحه، وفي ايده عصايه وفيها دم، وده معناه ان هو ضرب سامي على راسه. اول ما بصيت لقيت الشاب ده جاي ناحيتي، وقتها غمضت عيني وفضلت اتشاهد، لاني خلاص عرفت ان كده هموت، سواء من المخلوق او الجن اللي جاي من ورا او من الشاب ده بتاع الاستراحه. لكن الغريب بقى ان انا حسيت ان الاحبال اللي كنت متربط بيها بتتفك. فتحت عيني لقيت الشاب ده بيفكني، ولقيت المخلوق ده رايح ناحية رجب. اول ما اتفكت الاحبال لقيت الشاب ده بيقول لي اجري على الميكروباص وروح بيتك، اجري وما تبصش وراك اجري. وفعلا سمعت كلامه، طلعت جري ناحية الاستراحة اللي كنت شايفها من بعيد. جريت وانا سامع من ورايا صوت رجب وهو بيصرخ. غصب عني بصيت لورا، ومع بصيت دي لقيت المخلوق ده بيسحب سامي ورجب، بيسحبهم جوه الحفرة. والشاب اللي كان في الاستراحة كان واقف بيتفرج عليهم. الخوف ساعتها اتملك مني، كملت جري لحد الميكروباص واللي ركبته وسوقته بأقصى سرعة. فضلت سايق لحد ما وصلت بيتي في القاهرة. أول ما وصلت رفعت الكرسي اللي جنبي وطلعت منه الحجر واللي كنت مخبيه فيه قبل ما انزل من العربية. ووقت ما وقفت لما المخلوق ده ظهر لي على الطريق، خدت الحجر وطلعت على البيت. كنت واخد قرار بيني وبين نفسي ان انا مش هرجع للمنطقة دي تاني، لان سامي ورجب خلاص كده ماتوا لما خدهم المخلوق ده اللي جوه الحفرة اللي في الارض. بس انا هفضل محتفظ بالحجر ده ذكرى تفكرني باللي شفته. بس المصيبة اني لما طلعت البيت ما لقيتش مراتي ولا ولادي. ساعتها بس حسيت بان الحجر زي ما يكون بيتحرق في ايدي. رميته بسرعة على الارض لانه كان بيخرج منه نور شبه النور اللي بيخرج من النار. خرج منه لمدة دقيقة، لكن بعد كده النور انطفى والحجر رجع لوضعه الطبيعي تاني. اما الكتابة اللي كانت عليه فدي اتغيرت، بقت كتابة باللون الاحمر وبس. كان اللي مكتوب فيها كالآتي: مات خادم وأتى آخر، القرابين قدمت وستستكمل إلى ما لا نهاية، والموعد القادم بعد 7 أيام عند البوابة، ولك الكنوز. لما قريت الكلام ده ما فهمتش حاجة. أنا دخلت أدور على مراتي وولادي لكن ما لقيتهمش. أنا لقيت على السرير بتاعهم أحجار الشبه اللي بيتكون منها المخلوق ده. وبكده أنا عرفت بأنها لعنة أو إن حد تبع رجب أو الشاب بتاع الاستراحة ده خطفهم. وعشان كده انا جيت ابلغ حضرتك. طيب يعني انت دلوقتي بتقول لنا الكلام ده كله عشان نعمل لك ايه؟ يا بيه انا بحكي لكم عشان تلاقوا لي مراتي وولادي.
طيب وانت شايف ان الكلام اللي انت حكيته ده كلام ناس عالين؟ يا باشا يا باشا اقسم لك بالله ان ده اللي حصل، انا ما كدبتش في حرف واحد. طيب احنا هنعمل محضر بخطف عيلتك وتتهم فيه سامي ورجب، بعد كده هنعمل تحريات وهنبلغك لما يحصل حاجة جديدة. يعني يا باشا هتلاقوهم؟ خليها على الله يا حسن، احنا هنعمل تحريات عن كل اللي حكيت عنه، رغم اني انا مش مصدقه ولا لقيله تفسير، بس هنمشي وراه برضه، ولو حصل جديد هنبلغك. وفعلا عملوا لي محضر في الاسم وروحت البيت، روحت وانا مش فاهم ولا عارف اي حاجة. عدى يوم والتاني والتالت، لكن ما حدش اتصل بيا في الاسم، وعشان كده انا رحت الاسم سألت، وكانت المصيبة الكبيرة كان كلام الضابط ليا لما قال لي: اولا يا حسن، مراتك وعيالك ملهمش اي اثر عند حد، ولولا اننا تحرينا عنك وعرفنا انك علاقتك بيهم كويسة كنا اتهمناك انك قتلتهم واخفيت جثثهم، وما تنساش اني ما عداش على اختفائهم كتير، فممكن تكون مراتك خدت الاولاد وراحت في اي مكان او عند حد من قرايبها. دور عليهم يا حسن احسن من الخرافات والتخاريف اللي انت ماشي وراها دي. اما ثانيا بقى، فمفيش حد اسمه رجب ساكن في العنوان اللي اديتهولنا، وسامي صاحبك ده مختفي بقاله كم يوم، وده مش غريب عنه زي ما قالت لنا التحريات، هو كل فترة بيغيب وبيظهر تاني. اما بقى ثالثا وده الاهم، الاستراحة اللي انت قلت عليها مقفولة من سنين، والارض اللي وراها ارض فاضية وما فيهاش لا مخلوق ولا غيره، فنصيحة يا حسن من اخ كبير، روح روح ودور على مراتك وولادك في اماكن ممكن يكونوا موجودين فيها، وشيل التخاريف اللي في راسك دي، لا في لعنة ولا غيره. خدت كلام الضابط وخرجت من الاسم، وانا اخر امل ليا اني اروح الاستراحة بالليل وان شاء الله موت، انا مش راجع غير بعيالي ومراتي. وفعلا يومها بالليل وصلت الاستراحة، الدنيا كانت ليل وضلمة جدا، دخلت من الباب، مع دخولي من الباب لقيت الشاب بتاع الاستراحة واقف زي ما شفته أول مرة، كان بيبصلي وبيبتسم. دخلت بسرعة وزعقت فيه بصوت عالي: انتوا مين؟ ومراتي مراتي وعيالي راحوا فين؟ فبصلي الشاب وضحك نفس الضحكة السامجة اللي بيضحكها، ما تمش بكلامي، سابني ودخل جوه الأوضة اللي كنت نايم فيها، طلع صندوق من تحت السرير وادهولي. أخدت أنا الصندوق واللي كان شكله قديم، بصيت له وأنا بقول له: أنا مش فاهم حاجة. فرد علي وقال لي: افتح الصندوق وأنا أفهمك. وفعلا فتحت الصندوق، الصندوق اللي كان جواه ورقة ملمسها تخين شوية زي ما تكون برضية من البرديات بتاعت الفراعنة، وجنبها كان فيها حبارة فيها حبر أحمر، وجنبهم قلم خشب. مسكت الورقة وبصيت فيها لكني ما فهمتش أي حاجة، لأن الكلام اللي كان مكتوب فيها كلام مش مفهوم ولغة غريبة زي اللغة اللي كانت مكتوبة على الحجر في الأول. بصيت للشاب
واللي بدأ يتكلم ويقول لي ده نص العهد قديم بين عالمنا وبين عالم مخلوقات باطن الأرض، واللي بيفصل عالمهم عن عالمنا هي بوابة، والبوابة هي الحفرة اللي في الأرض اللي ورانا دي. وبالنسبة لمين اللي خد العهد أو حصل إمتى، فده شيء قديم وما يخصكش. أنت كل اللي يخصك إنك تعرف هتعمل إيه، بس قبل ما تعرف هتعمل إيه لازم تفهم اللي حصل لك. الراجل اللي وصلته ده كان هو خادم البوابة، وكان بيقدم قرابين زي ما العهد بيقول، والقرابين دي بتكون 7 أرواح بشرية كل 7 شهور، وفي المقابل بياخد وزنهم أحجار من ذهب. والعهد بيقول إنه لازم يحافظ على مفتاح البوابة، واللي هو الحجر اللي في إيدك ده، ولو ضاع الحجر الخادم نفسه بيكون قربان، وبيتنقل العهد لخادم جديد اللي هو الشخص اللي لقى الحجر، واللي هو انت حاليا. وبالنسبة للراجل هو ما اسموش رجب، هو اسمه رشدي، وهو يبقى عم سامي صاحبك، والاتنين دلوقتي تحت الارض لانهم اصبحوا قرابين بعد ما كانوا خدام. وحصل لهم في الاول اللي حصل لك، هما بالصدفة جم هنا ولقوا المفتاح او الحجر زي ما قلت لك، وعيلتهم برضو اختفت وظهر مكانهم احجار، وبعد كده رجعوا هنا تاني ومضوا على العهد، وبمجرد ما مضوا روحوا لقوا الأحجار اتحولت لأحجار ذهب. ومع الأمر الواقع كملوا تقديم القرابين لحد ما ضيعوا المفتاح ولقيته أنت وأخدته. وبالنسبة لي أنا، فأنا حارس للبوابة، مجرد حارس لحفظ التوازن. كل مهمتي ان انا اسلم العهد من انسان للتاني لحد ما تقوم القيامة. وما تسألش برضو انا ابقى ايه، لان ده امر ما يخصكش. وبالنسبة لرفاهية الاختيار بين انك تمضي او لا، فاحب اقولك انه فات الوقت على ده، انت خلاص بقيت حامل للمفتاح وخادم للعهد وللبوابة، انت دفعت التضحية خلاص. القرابين الاولى اللي هما اهلك، ودلوقتي بعد ما عرفت امسك القلم واملاه بالحبر وامضي على نص العهد، وبعد كده هتروح تلاقي الاحجار اللي ظهرت بدل اهلك اتحولت لأحجار ذهب، وهيبقى مطلوب منك بعد أسبوع بالظبط تقدم أول قربان حقيقي، وطبعا أنت عارف العدد، 7 أرواح بشرية يكونوا قدام البوابة كمان أسبوع، وبعدها ب7 شهور تعمل نفس الكلام، وبمجرد ما هتروح بيتك هتلاقي وزنهم ذهب في اوضتك، وهتفضل كده لحد ما تضيع الحجر وتبقى انت القربان، ويتنقل العهد لحد غيرك او تحافظ عليه لحد ما تكبر وتموت، وبرضه هيتنقل العهد لحد غيرك. ساعتها بصيت له وانا مش فاهم ولا عارف رد عليه ولا عارف اعمل اي حاجة، لكن اللحظة حسيت ان انا مش انا، او كأني بقيت مسحور. حسيت اني قلبي مات،
نسيت مراتي وعيالي وما فكرتش غير في الذهب، الذهب وبس. وقتها لقيت نفسي بمسك القلم وبفتح الحبارة وبمضي باسمي على ورقة العهد من غير ما اكون حاسس او مدرك انا بعمل ايه. بعد ما مضيت لقيت الشاب ده بصلي وقال لي: وامضي كمان باسم رشدي، لانك من هنا ورايح هيبقى اسمك رشدي، وده الاسم الحقيقي للخادم القديم. وبعد ما هتمشي اعمل حسابك انك هتسيب بيتك وهتتنقل لمكان تاني، لانك المفروض بقيت شخص تاني. وبالنسبة لموضوع الاسم فما تسألش فيه لانه ما يخصكش، دي عادة من عادات العهد، عادة ان الاسم المزيف للخادم الجديد بيكون هو الاسم الحقيقي للخادم القديم، او اول خادم خالص من بني البشر. خلص كلامه، وانا فعلا مضيت باسم رشدي جنب اسمي وروحت على البيت لقيت الاحجار فعلا اتحولت لذهب. اخدت الذهب ومشيت. بعد كده اشتريت بيت وبقى ليا تابع زي ما سامي كان تابع لعمه، وبقيت بقدم القرابين في ميعادها. لما كنت بروح كنت بلاقي في البيت احجار ذهب كتير. اما بالنسبه لموضوع القرابين فده كان موضوع سهل، انا كنت بعمل زي ما رجب كان بيعمل. كنت بروح اجيب عمال واقول لهم اننا هنروح نحفر في مكان، واتفق مع ناس واقول لهم ان الارض دي فيها اثار، ولما يوصلهم يخرج واحد من المخلوقات دي وياخدهم جوه الحفرة. الموضوع كان سهل جدا وممتع كمان، وكمان كان بيكسب كويس. لكن برضو لسه سواق ميكروباص زي ما انا، علشان اعرف اجيب القرابين بسهولة، وكمان عشان ما ينفعش يظهر علي العز، لان الناس ساعتها هتسألني من اين لك هذا، وحتى لو ما سألوش فهتبقى العيون كلها علي، والناس كلها هتاخد بالها مني. لكن كده انا سواق ميكروباص اسمه رشدي، يومين بشتغل وعشرة لا، حالتي المادية متوسطة، لكن في الحقيقة أنا بملك كنوز طول ما أنا بقدم القرابين في ميعادها، وطول ما أنا محافظ على المفتاح أو الحجر، حجر الخادم حسن. تمت.